تمام. وكل ما بقول سيرة الإيجار القديم بحس إنه في عندي طرفين بيتصارعوا، وللأسف الاتنين غالبا مش عايزين يسمعوا بعض. المالك اللي بيقول لك حرام إن أنا يبقى عندي عقار قيمته ملايين باخد فيه 7 جنيه في الشهر أو 10 جنيه في الشهر، طبعا وده ظلم وما يرضيش ربنا. والمستأجر اللي بيقول لك أنا ذنبي إيه، أنا واحد عشت حياتي في العقار ده وظروفي لا تسمح إن أنا أسيب المكان وأقعد في الشارع أو أجيب عقار تاني. الحل إيه؟ أنا رأيي حضرتك رأيك العملي إيه من واقع السوق، وبعدين نعرف من حاجتين، المهندس معتز بقى خطوتين البرلمان وغريزتين هيعمل إيه؟ مباشرتين. فعلا الراجل اللي قاعد في الوحدة قد يكون قدرته ما يقدرش يدفع أكتر من القيمة اللي هو ألف واعتاد عليها لعشرات السنين، لكن كمان على الجانب الآخر صاحب الملك يقع عليه ظلم بين وواضح. يبقى الحل هو دايما في الأمور الشائكة اللي بهذا الشكل إن يحصل الوصول لمنطقة وسطية وتدريجية. وتدريجية. ايه الوسط يا فندم؟ الوسطية هو إن لازم القانون ده، يعني اسمحي لي إن أنا أقول بصراحة، الصوت بتاع الجانب بتاع عدد حائزي الوحدات اللي هم مستأجرين أكبر من الصوت بتاع الملاك لنتيجة العدد. عدد الملاك طبعا هيبقى 1% من عدد المستأجرين، فدايما صوت المستأجرين أقوى شوية. بس النظرة الى الظلم اللي انت عارفه ان ده كان بس السبب. تقريبا على الازعاج بعد من سنه 50 الى الان بقى العماره فيها الاحفاد، صح؟ الجيل الثالث. فبقت حاجه مثلا نقول بقى الجيل الثالث جيل 80، برغم ان القانون دلوقتي برغم ان القانون ما بيسمحش كده، انه في يعني لغايه جيل واحد معين. القانون دلوقتي ما بيسمحش غير بالانتقال لجيل واحد، بس من يعني 2001. من الاب للابن بس، من 2001 القانون، من 2001 يعني. صح طيب، ولا هو صح. من 2001 القانون ما بقاش بيسمح الا للانتقال لجيل واحد بعديه. يعني لو الشقه باسمي ممكن تنتقل لابنائي، لكن ما تنتقلش للاحفاد. تمام، يعني الابن ما يقدرش يديها لابنه بقى. ده من بعد 2001. من بعد 2001. بس اللي ما قبل كده لو كان في جيل تاني اتنقل ده مش محسوب. طب ما هو اغلب الايجار القديم يا فندم اللي عمل مشاكل النهارده القديم. لا ما هو عشان كده بقول لك، عشان كده 2001 دي ما حلتش مشكله الموضوع. ابو 5 جنيه في الشهر. ايوه، يبقى 2001 دي على ما يبدا يبقى في جيل تاني فيها. بنتكلم في 2030 2040. فعشان كده المشكله مطوله. انا تقديري ان لازم يحصل حاجتين، لازم يحصل حل زياده وسطي تدريجيه، معتدل وتدريجي. وتدريجي، زياده تدريجيه زي اللي حصلت في الحياه. هو نفس المستاجر الوحده ده مش اتعرض لزياده في الاكل والشرب وبنزين ومواصلات وتعامل معاها بشكل او باخر؟ لازم يحصل نوع من انواع الزياده المنطقيه في مواجهه للحاله. طب المنطقيه اللي هي ازاي يا فندم؟ يعني عقار قيمته شقه قيمتها 1 مليون جنيه او 2 مليون جنيه بيدفع 7 جنيه ايجار في الشهر. يصعب في الاول انك تقارني بالقيمه السوقيه للوحده. هو تقارني بالقيمه الاجراءيه الفعليه، لو كان الراجل بيدفع 10 جنيه يبقى ايه لازم يكون في نسبه تترفع ل 30 جنيه، تترفع ل 50 جنيه مرحله، ثم ترفع الى مرحله اخرى تبقى 100 150 جنيه، ثم بعد عدد معين من السنين لازم تتحرر العلاقه. العلاقه مش تفضل مدى الحياه، مش الراجل اللي بنى العماره سنه 40. يعني حتى فكره التوريث للابن بس دي كمان المفروض ان هي ما تبقاش. لا لا، التوريث للابن منطقيه وهي قانونيه. طيب امال مدى الحياه اللي هو ايه؟ لا انا بقول انه مش هينفع يستمر القيمه الايجاريه مدى الحياه بهذا الرقم. لازم تتغير برضه. لازم القيمه الايجاريه زي ما حصل تغير في قيمه الجنيه لازم يبقى في مكافئ. انا رايي الشخصي ان اسهل معادله هي قيمه مكافئ الجنيه. يعني اللي كان بيدفع 7 8 جنيه لما كان الجنيه من 30 سنه قوته اكس، ثم النهارده اصبح هذه القيمه لازم تتضرب في 20 او في 15 بنفس مكافئ الجنيه، هي دي المعادله العادله، ان هو بيدفع ذات القيمه المكافئه للجنيه. ده من وجهه نظر برضو طبعا. هو طبعا الكلام جداً اللي بيقوله البرلمان بقى. عشان قانون الايجار القديم ما بناخدش عقد نافع من اي حد في البرلمان لما نساله على قانون الايجار القديم. بص حضرتك، انا حضرتك متقدم في كذا مشروع متقدم بخصوص قانون الايجار القديم، وهيتم مناقشته في دور العقد الجاي.